اختيار الحاكم والانتخابات المعاصرة هو موقف الإسلام من هذا الأمر. سمعنا وقرأنا لمنظري الجماعات أن الخلافة من الأصول، ولست أدري كيف تكون الخلافة أصلا والأصول في الإسلام في الفقه الأكبر محددة بدقة وعناية لم يترك فيها رأي لمجتهد، فأركان الإسلام معلومة وأركان الإيمان معلومة ومرتبة الإحسان معلومة، جمعها حديث واحد صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكلنا يحفظه. فحينما يتزيد متزيدون ثم يبحثون الخلافة على أنها أصل من أصول الإسلام ويغفلون عمل الصحابة الأخيار في الخلافة الراشدة، فمثلا لقب أبو بكر الصديق بخليفة خليفة رسول الله، ثم لما تولى أمر الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه غيروا هذا اللقب إلى لقب أمير المؤمنين. فلو كانت الخلافة أصلا لدار الأمر على تسمية الحاكم على هذا الاسم، وإجماع الصحابة لا يمكن أن يخالف كتابا ولا سنة ولا أصلا من الأصول، فكيف تكون الخلافة أصلا؟ هذه واحدة. الأمر الآخر، الخلافة الراشدة مكثت 30 عاما وهي فترة محدودة، ومع ذلك رأينا عدة طرق في اختيار الحاكم ترشيحا وبيعة وإمامة، وذلك بحضرة الصحابة الأخيار وبإجماع كامل. فرأينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه يرشح للأمة عمر بن الخطاب، ثم رأينا الأمة من بعد سيدنا أبي بكر تبايع عمر، فلم يغن ترشيح وتحديد عن بيعة جماهيرية لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم تحير أمير المؤمنين عمر لما حدث له ما حدث، إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله، ثم اختار طريقة ثالثة في تحديد الخليفة وقال وأترك، ولكني أترك الأمر شورى في الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. ثم كان الأمر باختيار هؤلاء الستة، وكان اختيار ترشيح ولم يكن تعيينا، فرشحوا واحدا ثم بايعت الأمة من رشحته الستة، وهكذا في مساحة زمنية من العام 11 للهجرة إلى 40 من الهجرة، وقد اختلفت طرق اختيار الحاكم. فدل ذلك دلالة واضحة عملية، وعمل الصحابة شرع لا سيما إذا كان إجماعا، دل ذلك دلالة واضحة أن طريقة اختيار الحاكم ترشيحا وبيعة تختلف من زمن إلى زمن، جريا على ما استقر في وجدان علماء هذه الأمة من أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأوقات والنوازل، وأن الوقائع غير محدودة، وأن النصوص محدودة، وأن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. هذه واحدة. حتى ما ذكر قبل ذلك في شروط إمام المسلمين، لأنها ضرورة لا محيص عنها، أن يكون للناس إمام تجتمع رايتهم تحته ليقود جمعهم وليقود جمعهم، كما ذكر ذلك الأسلاف في كتبهم
وتناثر ذلك في تضاعيف تراثنا المجيد على هذا الزمن الطويل. لكنهم وضعوا شروطا ثم اختلفوا في هذه الشروط، فاشترطوا القرشية، وهذا رأي جمهور من العلماء، ولكن الشروط أن يكون الإمام من قريش بناء على أحاديث صحيحة تعارضها أيضا أحاديث أخرى صحيحة. اسمعوا وأطيعوا، ولو ولي عبد حبشي مجدع أنفه، وهذا فيه أكثر من رواية وكلها صحيحة. فإذا كانت هذه الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالسمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين حتى لو كانت ولايته تغلبا على ما هو معروف في كتب الفقهاء، حتى لو كانت ولايته تغلبا، فإن الصبر عليه أولى من الفوضى وإراقة الدماء كما عليه الأمر عند أهل السنة والجماعة. ولم يقل بجواز الخروج على الحاكم بأي طريقة أتى، انتخابا أو تعيينا أو تغلبا، لم يقل بذلك من الأمة إلا المعتزلة والخوارج، لأن مبحث الإمامة من مباحث العقيدة، ولأن مبحث الخلافة من مباحث الفقه في علم السياسة الشرعية. لم يقل بالخروج على الحاكم إذا كان جائرا غير المعتزلة والخوارج. أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا إجماعا على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بأي حال من الأحوال. ثم تحدث الفقهاء طويلا من لهم حق ترشيح الحاكم بأي اسم كان، فإن الأمر لا يدور حول لقب بعينه. اشترطوا شروطا محددة بعدما اختلفوا في شرط القرشية، اشترطوا البيعة، أن تكون بيعته بيعة جماهيرية عامة، واشترطوا العدل، واشترطوا أن يكون اختياره مبنيا على أساس من الشورى، وأمرهم شورى بينهم، فهذا شأن المسلمين، هذا شأن المسلمين أجمعين. ومن أعجب العجب أننا قرأنا قبل الثورة، قرأت كتابا عنوانه القول السديد في أن دخول المجلس مناف للتوحيد، ثم من بعد ذلك يعني كل من ترشح للبرلمان ودخل فيه صار مشركا عندهم، ثم رأيت هؤلاء بأنفسهم يكونون حزبا ويدخلون البرلمان وبعضهم نواب فيه إلى الآن. والأمر في شريعة الإسلام ليس مبنيا على هوى ولا على نمط بعينه، وإنما الأمر يخضع لشروط وأوصاف في الحاكم، أما طرق اختياره فتختلف من زمن إلى زمن. وأما عقدة أن مسألة الانتخابات وافدة من عالم غربي، فعلى هؤلاء أيضا أن يرفضوا كل ما يرتدون. ليس عليهم أن يستخدموا الهواتف النقالة الوافدة من العالم الغربي، بل ولا يستخدمون الدواء الوافد من العالم الغربي، بل لا يستخدمون الملابس الوافدة من العالم الغربي، بل لا يذهبون إلى العلاج في العالم الغربي، بل لا يذهبون إلى الدراسة في العالم الغربي. فإذا رفضنا كل وافد بحجة منشئه، فعليهم أن يرفضوا كل ذلك جميعا، وعليهم أن يعودوا إلى حياتهم الأولى من البداوة والتخلف. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ الدكتور صلاح هدهد، أستاذ جامعة الأزهر وعضو جامعة مجمع البحوث الإسلامية، على موضوعه أو ورقة اللي قدمها اختيار الحاكم في الإسلام انتخابات المعاصرة المولد، وشكرا له كذلك لالتزامه بالوقت. والآن معنا الأخ الأستاذ الدكتور عبد الحليم منصور عميد كلية الشريعة، ورقة عنوانها مفهوم الدولة وأركانها في بين الماضي والحاضر.